لتسليط الضوء أكثر على الانتخابات الفلسطينية المرتقبة وما يعتريها من معوقات، ينضم إلينا عبر الهاتف من خان يونس في قطاع غزة الناطق باسم حركة حماس حماد الرقب. أهلا بك سيد حماد. بداية، على الرغم من التفاؤل الكبير الذي يعم الفلسطينيين بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية، إلا أن هناك معوقات تقف حائلا كما يبدو أمام إتمام هذه الاستحقاق أو الاستحقاقات على المستوى الداخلي، كيف تتعاطون في الحركة مع هذه المعوقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن الضفة الغربية يعني تجد في هذه الآونة ضيقا كبيرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي. بعد أن خفت وطأة السلطة قليلا، زادت وطأة الاحتلال بصورة كبيرة، تكاد أن تكون الاستدعاءات والاعتقالات يوميا بالعشرات، والمستهدف من ذلك هم كوادر وقيادات وأعضاء حركة حماس بصورة رئيسية. الحركة تنظر إلى هذا الأمر على أنه أمر مهدد لسير العملية الانتخابية، وتضع كل المعنيين في هذا الأمر في صورة الوضع، لكن الحركة لن تعدم الوسيلة والطريقة التي تصل من ورائها إلى العمل في الضفة الغربية. أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الحركة متعودون على الابتلاءات والمحن بصورة كبيرة، ومتكيفون خلال سنوات طويلة من الإضطهاد والظلم للاحتلال، ونتمكن من مقارعة الاحتلال مثل ما نقارعه بالقوة العسكرية، فإننا كذلك نتمكن من مقارعته بالوجود والنشاط والعمل. الحركة في هذا الأمر لها برنامج خاص تبلوره لقضية التعامل مع اعتقال الأحواب والمرشحين، وما أن ينتهي المطبخ السياسي للحركة من إنضاج الفكرة سيكون هذا الأمر معلن عنه بإذن الله تعالى. لكن كوادرنا وقواعدنا بالرغم من كل ذلك تعلم ما هو المطلوب منها في الضفة الغربية، وتسير إليه بخطى واثقة. لن نهتز بما يفعله الاحتلال، بل سنستخدم هذا الأمر لزيادة التحدي والإصرار على أن نحافظ على حقنا كفلسطينيين رغم أن في الاحتلال. سيد حماد، على المستوى الأمني، قوة للاحتلال الصهيوني اقتحمت منزل العضو السابق في المجلس التشريعي نايف أرجوب كما تعلم، كذلك اعتقلت عددا من منتسبي الحركة. كيف تقرؤون أنتم في حماس هذه الإجراءات وتوقيتها؟ طبعا تعديل بسيط، نايف أرجوب ليس عضوا سابقا وعضو حالي، والمجلس التشريعي لا تنتهي ولايته إلا بانتخاب مجلس آخر حتى تجري الانتخابات وعضو حالي. طبعا الاعتقالات لم تتوقف على الشيخ نايف أرجوب، وانما طالت مثل ما ذكرت عشرات من قيادات وكوادر الحركه. نحن نفهم بصوره رئيسيه ان هذا الامر تدخل فج من الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يسقط العمليه الانتخابيه لتعزيز الانقسام الفلسطيني والشرخ الفلسطيني، ولذلك هو لا يفهم ان طبيعه العقل الفلسطيني طبيعه تستفز اذا ما تم المساس بها، ولذلك سيرون بصوره رئيسيه ان هذا الامر سيولد عندنا عناد واضطراب اكبر. والشعب الفلسطيني بطبعه من فضل الله ما ان يعلموا ان هناك اجراء تقف من خلف اسرائيل حتى تجد الكل الوطني الفلسطيني يتعاطف مع القضيه، بحيث لا تصبح قضيه خاصه بحركه حماس، وانما تصبح قضيه متعلقه بكل فصائل العمل الوطني والاسلامي في فلسطين. طيب انتم في حماس كيف ترون موقف السلطه من هذه الاقتحامات الصهيونيه والاعتقالات المتواصله في الضفه المحتله بشكل عام والقدس؟ حتى الان لم نرى موقفا للسلطه لنبني عليه، وعدم صدور موقف يعني ان هناك موقفا سلبيا او مقصرا او متاخرا، والاصل ان السلطه ترفع الصوت بصوره عاليه وتتحدث عن هذه اجراءات معطله، لكننا نخشى احيانا أن يكون الضغط من الاحتلال في هذه الفترة والتهدئة من خلال السلطة، نخشى أن يكون أحيانا دورا مبرمجا بحيث أنهم لا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك أمام الرأي العام فيتولى الاحتلال الإسرائيلي. وأنتم تعلمون أن الاعتقالات في الضفة تتناوب على أبناء حركة المقاومة مرة من السلطة ومرة من الاحتلال. هل لهذه الاعتقالات سيد حماد علاقة بالانتخابات؟ بصيغة أخرى، هل ترون أنتم في حماس أن السلطة وأجهزتها الأمنية مثلا متورطة في عمل من شأنه تكدير الاستحقاق المنتظر؟ يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء، لكن مثل ما تعلم السيناريوهات كلها متوقعة ومحتملة، وهذا أمر تحدثنا عنه في حوارات القاهرة، بحيث يكون هناك لدينا موجود عديد من الضمانات التي تضمن شفافية نزاهة الانتخابات، وأن يكون هناك المراقبون الذين يعملون في كل مكان. يعني أنا أعتقد أن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب، لكنها افضل من ذي قبل،
ونرجو إن شاء الله أن تكون في الأيام القادمة أحسن من الماضي. في سؤالي الأخير إليك سيد حماد الرجب، يعني في ظل هذه التداعيات، الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الضمانات لمشاركة المقدسيين بالانتخابات، إلى أي مدى ترى وتعتقد بأن ذلك سيمرر من قبل الاحتلال الصهيوني لما فيه من إفشال لخطتهم بضم الجانب الشرقي من مدينة القدس المحتلة؟ وجود المقدسيين في المجلس التشريعي قضية من المسلمات التي ينبغي ألا نتجاوزها على الإطلاق، وفي هذا الأمر نحن نبذل كل الجهد الممكن من أجل الضغط لإجراء الانتخابات في القدس، وفي حال أن العدو الإسرائيلي منع هذه القضية بالقوة والقهر فهناك تفكير آخر لتمثيل المقدسيين في حال هذا الأمر، لكن يجب أن يكون أهل القدس نواب مهمة ورئيسية سواء في المجلس التشريعي أو في المجلس الوطني. من قطاع غزة كنت معنا عبر الهاتف الناطق باسم حركة حماس حماد الرجب، شكرا جزيلا لك.